معاه بتبيع محمد. ندمت ما قبلتش على الترجي في وقت من الاوقات؟ لا ما ندمش، اللي كتبوا لي ربي هذاك. لكن ما تشوفش مسيرتك كانت تكون خير لو كان لعبت في الترجي خاصه دوليا؟ خاصه دوليا انت تعرف بتاتر. نحبك انت تفضل. علاش قلت لي خاصه دوليا؟ اي خاطر باش الاسبيرونس تبرد. انا سالتك سؤال سالتني انا جاوب. هذا قلته بناء على الكلام اللي قلته انت قبل، وانا ما نحبش نرجع له معناها. لا ما قلتش. لا ما قلتش. لا قلت سلامي قال سلامي قال. لا برشا، حتى جمال الامام كان في بلاصته قال، زياد الجزيري قال، رياض البوعزيزي قال، الكل قالوا. الناس كل تعرف. الناس كل تعرف. لا يا ولدي اسمع، راهو ديما شوف والله راهو نحن ديما انا ما نحبش الاكل الحزيزات الزايده اللي في ديما في الدربي. انا راني ديما نقول ساعه ساعه يكلموك على الفيسبوك ولا كذا ويبدو يبعثوا لك واو ونعمل وحنا ونكرهو. يا ولدي خذ ماني الجمهور، انا باش نسب، انا ماني الجمهور باش نسب الاسبيرانس ولا نسب السياسات ولا الاتوار ولا نسب بنزرت. يا ولدي انا راني جوار، انا راني نحب بنزرت ونحب السياسات ونحب الاتوال ونحب الاسبيرانس تربح. كي تبدا تلعب مثلا الكلوب والاسبيرانس نحب الكلوب تربح الغدوه في الافريق تشجع الاسبيرانس في الافريق تونس تلعب ايش يهم. راني يكذب عليك اللي يقول لك يا ولدي انا عندي مخ زاد ربي خلقني ميزني على العباد بمخ سبحان الله واحد رزين. انا جوار ماذا بيا، انا ماذا تبدا تونس تلعب حي تبدا جمهوري متعصب. انا اخويا تبدا مثلا تلعب انا حتى بدو ضد الكلوب ماذا بيا الكلوب تربح وبسكور. فهمت؟ تلعب ضد باجي ماذا بيا باجي تربح وبسكور، تلعب ضد استاد ماذا بيا استاد تربح، تلعب لبرا انا في مصر ونشجع في الجزائر. هاي الجزائر اقرب لي من مصر. باهي محمد، كنت في ثلاثه مناسبات ظهر لي قريب باش تمشي للترجي، قابلت سليم شيبوب، قابلت عزيز زهير، وقابلت حمد المدو، والثلاثه ما خطفوش. فما حاجه ما يعرفوهاش، انا وقت مع حمد المدو انا جاني ستار قذياء وطلعت كلمني بدره وجاني بدره عزني بالكرهبه ومشيت لدار ستار قذياء وقعدنا وفطرنا وقعدنا وتفاهمنا على كل شيء في سيدي بوسعيد. اوكي وتفهمنا على كل شيء، انا ما ذكرتهاش حتى مره دي. وقعدنا ورجل نموره ومتخلق ياسر كوارجي متخلق تاع القضيب ياسر. اخويا انا راني نتبع السياسه، انا نحكي على الشخص كيف ما هو. يعني حتى تبع السياسه امورك شو بك زرت لك هيك تقول لمتك. لا لا مو فما لا فما تاويلات. يا بدي شوف انا ما عندي حتى حزب. عندي حزب تعرف كوارجي قبل ما يكون سياسي ايش عاد فيه؟ حزب واحد تحب يقول لك تقوله لك. لا اله الا الله محمد. ايش قول؟ لا انا سلفي. تو كنت اسمع سلفي يقول لك واو اش بيه هذا؟ هيك تشوف فيها اسكت شفت؟ حتى الواحد المريول هما في مار اخوانا قال ما نعرفهاش لما بعث لي الاخر في الميساج قال لي هذيك راهو ما قلت ما نعرفهاش انت تكيف انا اللي فهمت. لكن خويا كل حاجه في بلاصتها. باهي علاش قلت لي قابلت وما تمتش الحكايه على قضيب؟ قبل ما استاد تونيزيا انا نزلت 6 شهور ساعتها سي محمد درويش قال لي ساعتها طالبين 400 500 مليون سوا في وقتها وعطاهم 200 يعني قال لهم الراجل خارج 3 شهور اخرين يخرج 3 شهور اخرين قال لهم نجم صحاح له تاويك فما ما صارتش ودخل فيها طرف انترونور قال جاني قال لي انا خويا راني انا كلمتهم عليك شو انت كلمتهم علي انا انت قلت قاعد على الطوش وين الكور انت تكور شكون المدرب؟ ايه سيبنا فيه نقول اسمه ولا ما تقول؟ قول كي تقول لك اي ولا ما نقولكش اي ولا قول انت تقول لي اي ولا بتات راي قول فريد بن مقاسم هذاك هو هو حرمك من تمشي للترجي؟ حرمني يا بدي هذاك كش كاتب لي ربي ما قال لك انا كلمتهم عليك لكن هو قال لي هكا تكستو قال لك انا كلمتهم تكستو قال لي هكا اسمع ما دامني حي نجم نواجه اي حد لا نكذب نكذبكم يمكن على الوالده وعلى مرتي حد اخر ما نكذبش عليه حتى كان كذبت مره نطلب منهم يسمع اوكي معناها ما كانش عندك مشكل تلعب في الاسبيرونس ما عنديش مشكل علاش ما عندي مشكل شوف الانتماء حاجه والخدمه حاجه مريقل برشا من كلوبيستية يلعبوا في الاسبيرونس والولاد وبرشا مكشخين ولو في الاسبيرونس والولاد ولو في الكلوب والولاد
وليش جمهور يسب هذيك امورك، اما انت مسؤول ما عندكش الحق ولا جوار باش تنقد جوار شيء من جمعي الجمعي. انا ضدها جمله. وقت اللي وديت لي بعد 3 شهور علاش ما مشيتش للترشي؟ ونمشيت ساعتها انا تسال فين؟ مشيت للاسماعيلي. مشيت للاسماعيلي اي. علاش ما مشيتش للترشي؟ اي الاسماعيلي خير. ما عاودوش طلبوك ترشي؟ ليه ساعتها عاد كملت عام اخر مع استاد. زدت جددت عقدك؟ اي وخويا ما عادش تحب اسمع تعبت من واحد ما عادش النجم نضحي بعصابي وكل مره وانا عركه على حق الواحد ولا حق تو نضيف وصخو المسخ نضفوه تقلبت اي وقت. يا خويا عاد وليت انا ساعه من وقتها وليت نحسب. باهي محمد افريل 2006 ساحت مع نجم الساحلي. شنو هي اللحظه اللي عملته لي؟ كنت تجبد لي كان في المشاكل. اي نحبوا هكا الكواليس. اي المشكله اخرى. اي علاش احكي لنا انا حاجه اخويا احكي لنا حاجه تفرح الله يهديك. بعد يخرج شبيه يحكي كان على الخايب هاك يسال فيك. مع فوز البنزرتي في حكايه فوز. الصيام اللي جبدنا عليها قبيله. يا لازم تصدق بربي نحبوا فوزي. الناس الكل تحبوا فوزي. اي هو اسمع لكن ساعه يغلط لا يغلط. اما عنده كاركتير حاجه خايبه فيه يشد ساعة لا انا نجيك ونقول لك عليك نعبي لك مخي وذين نقولوا في هذه وذين اسمع فما واحد عباله مخ علي انا وعلى زيد ومن بعد اول ما انت وعلى شكون على زيد وعمر ومن بعد اول ما ضربه ضرب فوز مسؤول خلوني نسكت بالله واحد نسمي لك شكون زيد انت ترجع لي اي ولا نسمي لك شكون تقول لي لا ما نقولش لا يتعديت حكيت تعديت مو ساعة جمهور ما ينساش مش كيما جوارات لو كان جينا نحكي مثلا في غرف مغلقة نجم نحكي انا وياك للصباح ونحكي لك حكايات وما تصدقهاش ابليس ما يعملهاش كنز انت بتاع معلومات ماشي هيك شاهد على العصر خلطت على اربع اجيال صحيح انت وياسين مشيتوا له تعاقدتوا مع حكاية السيام لا مش نقول لك حاجة مرة انا والشيخاوي مشينا له قلنا له تو كيفاش باش نعملوا له احنا باش نمشوا نهدوه تو فوزي يا خويا تو في العمر هذاك ما يصليش يعني احنا نحبوه راهو نحبوه لا اكثر لا اقل احنا راهو يقتلنا بالضحك زاد راهو ابار هو سيفير راهو كي تقعد معاه قاعده وديه يقتلك بالضحك مشينا له هو قاعد في الفوتوي وحده مشيت له وانا قعدت منا وشيخاوي منا قلنا له تو برجولي سي فوزي باش نحكي معك في موضوع قلت شنو؟ قلت له سي فوزي تو برجولي قلت له انا في العمر هذايا يلزمك تصلي سي فوزي يلزمك ما بياش قال له شيخاوي قال له اوكي سي فوزي برجولية ما عادش وين تو قال له ماشي قال له 56 سنه ماشي لربي ماشي له راك مش هرب عليه ما تقولوش بارك الله فيك في حاجه قال خزرنا هكا وعوج صبعه وعنده تعويجه تاع الصبع هكا قال انا نذكر ربي خير منك قلت له يا خويا اما بنعمه ربي كيف عدت قول لنا خلي فرحني راك غممتي على قلبي قال انا كي تاتاتي تاتاتا نتذكر الرب خربنا نحن فر لا طابت علينا ساق على نهارتك ما نكملوش في الموضوع ربي يهديه ربي اسمع انا ديما انا شوف كل نفس الخطا وخير الخطائين التوابون لكن نحن في عصر تاع تو عصر الرفق ربطوا منه ونقص انتم شويه من الحكايه لا قلنا له لا فما حاجات ما نجمش نحكيها قلت لك ولا صحيح فما البير لازم البيك والبير ما نوصلولوش خاطر تولي واحد يخمم هكا بقلبه فهمت ما حبيت تعطيني شيء محمد اليوم لا حكيت لك كل شيء بلاسك يعني فما حاجات قلت لك البيك ما نجموش اعطيني هذه شكون الملاعب اللي باعك مع معز دريس على اللي باع اللي باع نزل جاوبك اللي باع قيس الغضبان اطلب قيس الغضبان تدخل يا تعطينا ايش لهم في دوره والله قيس الغضبان نفس الفاز انا وياه هاي قيس الغضبان تاع شنو هز التليفون قالوا راني جا حكي يحكي هو السيد قالوا برجولي مش نمشي الزيني انا تويكا راني فديت من كذا وكذا 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 وتطيح لقطر ما عادش نحبه وحكى له اوكي ودخل معز دريس والتليفون نقص قالوا راني جيت باش نخرج انا قالوا تعرفش باش نخرج سي معاذ قالوا على التليفون مش يجيك تو هزه هز قالوا راه وهكا وبيه وعليه تي 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 تو قالوا ريت ما نجمش قالوا انا انسان محترم وقيس الغضبان انسان محترم وانا نحبه قيس رجال على الاخر وعاقل ومضرب شوف نموذج من
ألف ولا 2000 ولا 10,000 نموذج اللي طالون في الكورة وكارير وبعيد بعيد. لأنه حشام ولأنه اللي منقز بلاسته يحفظ لك درجين ويجيك كاناله. شفت علاش أنا قلت لك يلزم تتصلح؟ نداء أنا أخوي والله نداء للمسؤولين في الفيدراسيون والمسؤولين في وزارة الرياضة يا أخويا. الكرة عندها قانون وحده، يلزم قانونها يحكم وحده، يلزم روبير عندها ما تيحش تحته. نحن راهو تو فوندو يا خويا، انتم بديتوا تصلحوا زيد، اما صلح بالقوي مش نصلح بال 30 ولا 40%. انا خويا نحن راهو ما تكسرش راسك، الفلسفي يخرج قرار يعطي حقوق الجوارات لاعبين كوره، ما نقولش لي زانترناسيونو ولا لي لو نيفو ولا لاعب برا، اللي لاعب كوره يعطيه حقه. ما تكسرش راسك، راه في كامل ربوع تونس تجي معاك جوارات، وانت شنو محتاج؟ محتاج هذيك تتونا على كل فما جمعيات كنا نعطوا فيهم بالاربع بالخمس ولا بالسبعه ولا تعطي فينا بالثلاث. باهي ما قلتليش شكون. اه كلم قيس نعطيك نمره قيس سميلك كانت تقول لي. لا لا شوف انا نحكي لك الحكايه كيف ما هي، لكن اللي مش ندخلوا فيه في مشاكل لا نتنزهوا عليه. باهي التجارب الاحترافيه محمد، نتفكر في مشي نتاع سان باولي في المانيا طياره خاصه، شنو صار وقتها محمد فيها؟ جلال بن عيسى ربي يدي جلال شو جلال. مش كنت في الكلوب انت وقتها؟ لا في ستاد. ولا قبل ما تمشي للكلوب؟ في ستاد. ستاد. والله عندي ساعتها كونترات وفيه 690 ألف دولار ولا 70 ألف في الوقت هذاك. في الوقت هذاك انا برك ساعتها وعطين مليار ونص بالدولار، يعني ما مليون ويدمي دولار في مليون سانكي للستاد تونيزيان الفضل العظيم. عندي محبشة. الواحد عندي الورقه التويك الكونترات ومصحح ومن زيد خليه هذاك شايل بن عيسى ما حبش يا صارت النيغوسياسيون مانيش حاضر انا فيها. مي اذا بعد تسمع الكلام ومشيت لالمانيا انت تمشيت وتستيد خسانك تيست نجحت فيها من خمسه ومعك نبيل المساوي ظهر معايا نبيل انت هزيتو ما هزيتوش انا ما هزيتوش انا كلموا هما اي ما جاتني الطياره مشيت. اما وقتها انت محمد كنت اكبر مني كيف في ديفيزيون 3 هذا اللي كانت وقتها لا هو 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 مش هكاك حتى كراوزن ولا كراوزن اللي رينا سياسات جاي تفرج فيه حمام نفل الناس عاد هامبورغ ماشيين هان ما كنتش ماشي اللي كيف كانت قنطره هذه معناها اي هو المانجر اللي جابني وقت قال لي تنفو بالعالم كله قال لي اجي تنصحح تصحح معايا لهنا اكور انا وياك وقعد معايا لهنا ونعطيك صالير وجاب لي كهرباء ودي وكذا وهاي دار وهاي كذا. خاطر انا اخويا عملت ماتشوات ساعتها حاضر والصغر باهي عملت ماتش فما جمعيه ما ربحوهاش يجي خمسه ولا ست سنين لعبت معاها بارتي اميكال ربحناها خمس والخمسه من يديا نسيقيا. اي قلت لك علاش صارت الحكايه بالطريقه هذه؟ علاش مشتول هامبورغ دخلت في الحكايه؟ ما هو فما هي كل كيما نقولوا كسوسيتي فهمت سوسيتي وعندها جمعيه فهمت عاملين شراكه مع بعض يجيبوا جوارات ويفاكتيوهم. بن عيسى حلم مقزودة كيف كيف من غانغون اي 3 4 مليون دولار. شنو يحكي لي دروكبا ومالودا وقت ما نحكيناها لعبوا معي ساعتها لعبنا وساعتها نصر انا ودروكبا والله انا كل يوم انا واحد يمشي معنا حكيم ديري ملاعبي حكيم الفلاش هكا مسمينه ولا شنو اما ما ريتوش يلعب في كيماسيونال فهمت اما ملاعبي طفل ملاعبي بكذا بكذا واحد مروكي ونمشي ودروك باي يهزنا بالكهرباء نتاعو ونمشي بعيده شوي مع البحر ساعتها ما نعرفش بلادي ولا نسيتها انا ديما نتعشاو كل يوم كل يوم هكا كي جا لهنا سلم علي عندك مشكله المسؤولين يحرموك كيف كيف ما عندي كاركتير سبيسيال انا خويا ما شوف نعطيك حاجه المسؤولين عندنا في تونس يحبوا تبندير باهي الا من رحم ربي 80% 90 95% كيف كيف حتى في الكلوب خليل الشايبي نفس الحكايه مع لوكوموتيف موسكو. خليل الشايبي مش مسؤول خليل الشايبي ما شنو؟ ما عندي انا مش مسؤول علاش؟ شوف النجم تعرك انا وياك هكا ولا اما كي انا مثلا تعرك انا وياك وتعرفني ما نكرهكش تكرهني؟ لا يا بالطبيعه تتمنى لي المضره تمنى لك تخدم مخك عليا تمنى لك حاجه مش باهيه اي تمنى لي تخدم مخك عليا بالطبيعه عليه انا خرجت من البيرو بقهره
تصدق بربي على الاوفر نتاع الكوموتيف يا ولدي. شوف ما نحبش نحكي فيه الموضوع خاطر كل شيء ما تحبش تحكي فيه. لا يعني نحكي فيه الموضوع باش نحكي لك في التفاصيل بالله. احكي انت ما نحكيوش في التفاصيل خاطر مش تملي انا عشارة سيدنا علي. قال خذ خرج قلت لك انا قاهره خاطر جاي مقاعد مقاعدين هكا بالضبط واحد هكا والله في طاوله كيما هكا قاعدين واحد مرات هكا يدخل مرحبا. وانا نحترم الناس كل ما, ما ما يعني حتى تصدر منك انت حاجه خايبه ما عادش نفهم احترام. اما اخويا انا ما نحبش صباح الخير واسي فلان شو احوالك ولو عيدك مبروك اخويا مش متاعي ما 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 مش قياسي مش قياسي يا اخويا. انا شنو بينات تما نغزروا الاوروب في الكوره يا اخويا تعرف شنو برا تستيهم مع مسؤولين نتاع نحن ما نمشي نتستو هز المسؤولين الكل تستي في الاوروب تو دخلهم الحبس كل. علاش ما خليكش مش ما يفرضوه نحن مو ساعة ينجح ساعة ما ينجحش هم يطردوهم الكل. علاش ما خليكش الحبس. محمد والله ما نعرفش قال حشتنا به هو حشتو به. باهي نحكي شويه على المنتخب لاعبيه الكلوب كانوا محرومين من المنتخب قبل. لا والله هذه حاجه ما لقيت لهاش سبب. انا راه من قبل نحكي على قبل انا في باجا كيب ناسيونال في الستاد دي كيب ناسيونال حياتي كل كيب ناسيونال في الكلوب لا. علاش ما نعرفش هذه والله ما نعرف رغم انك كما كنت تحكي كانوا سامي كبيره معاك سامي تستحق المنتخب. لا ما فهمت ما مشى حد راهو يعني غريبه كل بعضنا مش حد نورمالمون انت 8 ولا 9 ملاعبيه تتهز واحد اخويا طير لي يقوم تهز حتى حد. لا فما نقطه كبيره في الجزء في العاب متوسط كنت اساسي في منتخب منتخبات الشبان كنت الكل اساسي بعد منتخب الاول مشكله كبيره ما شفناكش برشا شفناك شويه. لا مشي لا لا الحق انا باش نكون واضحين انا ماني ما نلعبش برشا جيل يلعبوا في جماعه قبلي تاتا ماني قلت ديما قبل سليم كان يمبوزي كان يحط الحق يعني فهمت مسؤولين فما مسؤولين قوي نافذي في الكوره يعني شنو باش نجي نكذبوا ولا باش نرضيوا الجمهور احنا تويكا والله يا راهو مسؤولك ما شاء الله سيدنا يوسف انت راهو مسؤولك عمر بن الخطاب ما تجيش ديما كانوا مسؤولين ونعرفوا كيفاش تصير الكوره وكيفاش هو ذاك ويضرب على جمعيته وعنده الحق لكن علاش تضر الجمعيات الاخرين؟ انا نحب نفهم انا من هذيك تهز 8 ومن هذيك تهز 5 ومن هذيك تهز واحد وديما تهزه هو واحد وهي تلقاها مثلا متكلاسيا دوزيام ديما متكلاسيا دوزيام تروازيام اين انا باجا مثلا احنا كان في باجا شكون تمشي الجمعيه الغاديكا وما نحب نعرف احنا باجا نحكم في الشامبيونات شكون تاخذها شكون لا القروان تحكم في الشامبيونات شكون تهزها شكون لا علاش يا خويا ما فما حتى حد من باجا حتى حد من القروان. محمد غيظتك ما مشيتش مونديال 2002 لتو ولا كمان كاس عالم في سي في نتاع لاعبي مهم لا 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 شوف جوج اولمبيك والكوب دو موند انا راني فيهم فيهم يعني فهمت. لكن اخويا ماني قلت لك المشاكل ديما المشاكل هي انا مثلا جيت للمير ونبيل معلول قلت له ما عادش خزرت قلت له يا سي نبيل قول له ما عادش يعيط كان مش تلعبني درج روكا تكستو قلت له راه عندي رينيو احنا في حمامات قال لي تفضل. جا لومير نبيل معلول قعد قلت له قول له ما حبش نحكي معاه حتى بالفرنسي مع الغش زعسان قلت له قول له ما عادش تعيط لي كان انت باش تلعبني درج ودرجين وفي اللاميكال حاجتك بيه وكذا تلعبني واللي ما تبدا فيها الناس كلها كباينه وكذا ما تلعبنيش وانا فما اوقات فما عباد تلعب صحيح وفما اوقات انا نلعب يعني خيتو مثلا راهي الكوره كونفيونس انت راه تنجم تكون جوار تلعبوا راهو فما احنا تويك في جوارات متوسطين يلعب 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 اللي يولي باهي هذه الكوره راهي يتحسن يتحسن لكن انت تو اللي مو باهي ديما حاطوا هاي اربع ساعه درجين في مره بط يا ولدي ما مسيتش كور لومير علاش؟ تو قبل الاخرين محكومين فيهم لومير محكوم فيه زادوا ايه خويا فما شوار ما نعرفش مالكش شوار تكنيك محمد لحظات من الصمت. لا اخويا شوية تكنيك تكتيك نسأل فيك اي ولا
باس باس خير. كاس افريقيا 2004 كنت تجد تكون موجود؟ انا فيه، انا في البريباراسيون في سويسرا. اي ما مشيتش تضربت. لا لك فقط الاصابه معناها ما خدكش تضربت. اي عملت ايلونغاسيون. سينو تمشي كتير. سينو تمشي معناها تكون موجود. اي نورمالمون نمشي نورمالمون والله اعلم. تاكل شيء علاقتك كانت مش باهيه بنبيل معلول من وقت حتى توا باهي قبل اي وقت علاش؟ توا والله يا حبايبات ونحبوا صعايبي وكلموا كلمني ونكلموا توا اي وقت علاش؟ لكن قبل قبل خويا كنت انا راسي صحيح مني قلت لك انا كنت ما نشوفهاش انا. عمل لك حاجه ما عديتهالوش باش تقول لي لا ما نحبش نحكي زي ودي والله يدي. شوف ما كي تبدا نحكي على العباد قلت لك ما في البيك ما نحكي ما نجبدوش البيك تو انت تاع قلت لك انا صاحبي وحبيبي حتى واحد صاحبي وحبيبي سيء كل شيء شنو نقعد نقضي حكي ولا نقضي للتاريخ حاجات مهمه للتاريخ لا مش بتسب التاريخ سيء تكتب وما تنساش ما شنو هو سيء ما لعبتش انا جوج اولمبيك وما لعبتش مثلا كيب ناسيونال وما لعبتش زايد عنده دور زايد عنده دور عمر عنده دور فما جوارات كانوا كعبروا لي فيها وهذاك ويهز منا ويجيب منا ما تسمى تسميه زاد ما اخويا شي ما فيهم تو ما تحكيليش على مشاكل تفسد علاقتي بالعباد باهي ما عادش كنت علقت في اليابان المنيح بنت علقت معاه يا خويا مش نورمال شوف انت تو ما حكينا فيه فما قلت لي انت سؤالات اللي حكينا فيها ما عادش نجبدوه اللي سمعتهم عليه ما عادش نجبدوه هكا ولا عندك سؤالات جبت فيها هي ما قلتش شكون المنيح اللي تعلقت معاه يا اخي قلت انا في الاولاني ولا الثاني ولا الثالث ما كنتش تقول انا نقول المشكله لكن جوار قلت لك اسمع عندك حاجه راني اي جوار راني قلت لك اي جوار ما نكرهوش انا جوار قلت لك ماذا بي حتى متعارك معاه وعمل لي ودنا لي وكذا انا ماذا بي نشوفه في الكور نشوف جوار اعطيني نرتاح تو ناخذ بلاصتي عليها انا ذاك انا من بعد شنو ولي خير منه حبيت تعطيني شيء كيفاش تشوف الكلوب اليوم؟ الكلوب عاديه جدا الكلوب ما تبدل حتى شيء تعرف شنو تبدل؟ هزوا مسؤولين وحطوا مسؤولين خير لكن انا اعطيك حاجه انا باش نكون واضحين تغش اللي تغش انا المسؤولين هذوما صحابي قلت لك مسؤولين باهي لكن راو المسؤوليه نتاعكم اكبر من اللي تعملوا فيه تو باهي راو ما فما مارجينا حتى تغيير سوى في المسؤولين وسوى في الامور بسيشيك وسوى في الامور تاع ميديا وانترنت وكذا فما بوادر خير لكن حاجه ملموس بالكش مازال بكري محمد انا بزال بكري اي نعطيك حاجه فما سقف ما يلزمش تحته لكلوب افريكا لكلوب افريكا يتمنى يشدها ما نعرفش شكون بشكون ومن يتمنى يلعب فيها شكون مشكون يلزم تقعد هكاك مش اللي يجي يدخل يلعب مش اللي يجي يشدها مش اللي يجي كذا مش اللي يجي يمبوزي يجي يحكم مش اللي يجي كذا خوي انا قلت لك اصحاب ونحبهم وان شاء الله ربي معاهم لكن خوي راك توا ما خدمت حتى شيء اخدم مادام الشعب معك انا شكون اللي يخلص كل شيء انا كي نقول لك مثلا انا باش نعطيك سؤال بسيط ياسر شكون المشكله اللي حل مشاكل كلوب افريكا نسبيا اعطيني انت شكون قلت وحدك الجمهور بنسبه كبيره حل مشاكل كلوب افريكا هكا ولا اي مش خلي الجمهور يحل مشاكل خلي الجمهور يشد رئيس جمعيه خلي الجمهور يشد انا مسؤول خلي الجمهور يشد فرع كذا خلي الجمهور يتلهى بالكلوب افريكا كريمو يا ودي يزيه الجمهور تخليه يشجع يا ربي تو هذا في العالم الكل الجمهور يشجع ويعاون لكن يحب يشوف ثمرته يحب يشوف الجمهور كي يعطي يحب يشوف وقت يمشي يبدا في الشارع يقول عندي جمعيه يا ودي انا مش نكون واضحين فما سياسه في الكلوب افريكا انا مش نكون واضحين انا مش نحكوا رياليتي انا ولد الكلوب علاش طرد فيه نرجعوا له انا ولد الكلوب اعطيت الكلوب علاش خرجني من الباب الصغير وظلم ربي ما يحاسبك عليه انا ولد الكلوب خليني في الكلوب نعاونك علاش تجيب لي واحد ما نعرفش انا بروف دو سبور وانا حياتي كل في الكلوب مو هكا ولا انا ولا الكلوب علاش دخل في انا خير منه خاطر هو ذاك يعاون فيك ب 10 ملايين مهاجم نحكي على مهاجم صابر خليفه ينجم يعاون مازال ينجم يعاون في الكلوب يعاون شفت نحكي خاطر فما برشا انتقادات والله نحكي انا وخدم ولا مره قلت له بربي هذا كذا شنو هو الجوار هذا قال لي محمد باش نعطيك حاجه برك شوف شنو قعد في مخه
قال لي عنا كابيتي كابيتي كبر، قال لي 8 سنين وهو على البنك وكابيتي ما طردوهوش، والجمعية لكن البرة ستابل لا مشاكل لا كذا. يا خويا انا نجي ايجا وين انت ما عندي فلوس انت ما نجيش نقول اسم يا تعطي للجمعية يا روح. انا قلت ايجا خويا انا حكاية بشي شكرا يا ايجا خويا جوار انا نسال 800. يا سي فلان راك برجولية ما عناش، وانت تعرف وضع الجمعية وانت ولدنا وانت حبيبنا وانت وانت مش نعطوك 300 والله العظيم يقعود طاير. اما انت تجي تقول وك اسمع تاخو 200 ولا عندك مشكلة يا اخويا انا اخويا انا معاكم قلبا وقالبا لكن ما هكذا تورد الابل. ممتع الحوار معاك محمد عمزان، عندي برشا اسئله ما كملتهمش. الله يزيني من السؤالات معاك انت تدخل النار. شرفنا بحضورك اليوم خويا يرحم والديك ونشكركم على الاستضافه هذه. مرحبا وان شاء الله نعاودوها مع خويا في موضوع اخر مش موضوع الكوره. بالله نحب نوجه تحيه. تفضل. اول تحيه نحب نوجه تحيه لامي. تحيه ليه اللي فضله هي نحن مازلنا عايشين. سلم عليها باش. ربي يبارك لك ولاخواتي ومرتي وصغاري. سلم عليهم الكل. يعطيك الصحة محمد، شرفتنا بحضورك معنا اليوم. شكرا من السيسي في الإخراج، ناصر السيكري في الإخراج الرقمي، أجمل تحيات.